أطلق ليبتون جرين تي هالربيع حملة صحية تثقيفية بالنوادي الرياضية، وحالف الحظ 20 رابح انضموا لعطلة نهاية الأسبوع اللي عنوانها أنعش نهارك بمزار انتركونتيننتال. استمتع الرابحين بنشاطات ترفيهية ورياضية متنوعة. تم تحضير هالتجربة من العمر من قبل فريق من المتخصصين، وأضافت عطلة نهاية الأسبوع مع ليبتون جرين تي شوية حياة لجميع الفائزين. أنعش نهارك مع ليبتون جرين تي.